السلام عليكم. الهند بلد كبير في حجمها، حيث تبلغ مساحتها ما يعادل 3,287,000 كيلومتر مربع، لذلك يطلق على هذا البلد شبه القارة الهندية. هذا البلد الكبير بمساحته والغني بثرواته، إلا أن حاله لا يختلف كثيرا عن حال الدول العربية، وذلك أن الطائفة التي تحكم هناك هي طائفة تعبد البقر. تخيل أن بلدا بهذا الحجم تحكمه بقرة، كيف سيكون حالها؟ ثم تخيل أسوأ من ذلك، يعني عندما يكون الشخص الذي هو أغبى من بقرة ويقوم بتقديس البقرة وعبادتها هو الذي يدير هذا البلد وموارده. منذ بضعة أيام صرح بقارة الهند الكبيرة ببعض التصريحات فيها إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة أصبحت لدى الكفار في التجرؤ على محرمات المسلمين. فلم تعد المسألة منوطة بالبلطجية الكبار ومجرمي هذا العصر من الدول الكبرى كأمريكا وفرنسا والسويد، وإنما تعداها إلى أذناب أذنابهم من عبدة أذناب البقر. وذلك أن عبدة البقر مثلا عندما رأوا حال الكفار الباقين في التهجم على الإسلام وعدم وجود رد فعل حقيقي من قبل المسلمين استسهلوا المسألة، فراحوا يطلقون تصريحات تتبعها الأفعال الشنيعة من قتل المسلمين وتهجير لهم والتهجم على حرائر المسلمين، وهي حالة تتكرر في كل فترة، ولا نجد سوى ثورة حميدة على وسائل التواصل ثم تنتهي تلك الثورة وتنتهي موجة الدفاع والهجوم بانتهاء الترند. وحتى لا نقع في الخطأ الذي نرتكبه كل مرة دعنا نتكلم على بعض النقاط. النقطة الأولى، ينبغي محاسبة الفاعل كائنا من كان، فإن ما يجري في العادة هو أننا نلتفت إلى الفعل ولا نلتفت إلى الفاعل، ولو أن كل فاعل لقي جزاء ما اقترفت يداه لما تجرأ كلب منهم على أن يعيد الكرة، وعقوبة من تطاول على الله وعلى رسوله لا تكون إلا عقوبة واحدة كما قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلا يعقل أن يقوم كل مرة شخص بالتهجم على دين الإسلام ومقدساته ثم يبقى المسلمون يتفرجون دون أن يقدموا على فعل أي شيء. النقطة، أو دعنا نقول القاعدة الثانية، أن لكل دين مقدساته التي لا يتجرأ أحد على المساس بها، وحتى لدى البقر الذين يعبدون البقر مقدسات يقدسونها ولا يسمحون لأحد بالمساس بها سواء قولا أو فعلا. والمقدسات في الإسلام كثيرة، ولكن الذي يهمنا هنا هو أنه من يتجرأ على رسول الله فإنه لا ذمة له ولا عهد. فقد تجد لدى علماء الإسلام كلاما بأن من يتجرأ على الله عز وجل بأنه قد تقبل منه التوبة وتسقط العقوبة، ولكنك لا تجد هذه الحالة مع من يتطاول على رسول الله، فمن تطاول على رسول الله فليس له إلا العقوبة التي ترجع عليه بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. النقطة التالية، يجب أن لا ينتهي ردنا على الكفار بانتهاء الموجة أو ترند، فإن العقوبة يجب أن تكون على قدر الإساءة، وأي إساءة أعظم من الإساءة إلى مقدسات الدين الإسلامي. فإذا حصلت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية لنشرها الرسوم المسيئة فإن هذه الحملة لا يجب أن تنتهي حتى تذل رقاب الفرنسيين بالاعتذار. وكذلك يجب أن يكون الحال مع السويد ومع الهند، حتى لو كان المسيء شخصا واحدا فإن هذا الشخص لم يقم بعمله إلا بحماية الدولة له، فكيف إذا كان المسيء يمثل أعلى هرم في السلطة كما هو الحال عند البقر أو عند الفرنسيين؟ النقطة التالية، أن الهنود يعبدون البقر وهم أذناب للبقر التي تلوح بها كيف شاءت، فإن الهند لم تتجرأ على المسلمين بهذه الطريقة إلا لما أرخى قائد دولة اللصوص ترامب الحبل عن أعناقهم، فبدأوا ينبحون ويهجمون على المسلمين، ولو وجدوا من رفع الحجر أو العصا في وجوههم لجلسوا كما يجلس الكلب إذا خاف. النقطة الأخيرة، دعنا نحاول أن نعرف كيف نتصرف في هذا الموقف.
لربما تقول في نفسك أنك شخص واحد ولن تؤثر، ولكن كلام شخص وفعله مع كلام شخص آخر وفعله سيؤثر في سياسة الدولة وحتى في السياسة العالمية. فالخطوة الأولى من قبل الأفراد يجب أن تكون مقاطعة البضائع والمنتجات الهندية، وهذه قائمة بهذه المنتجات. وتذكر أن مودي وغيره من رؤساء العصابات هم عبارة عن كلاب لدى الشركات الرأسمالية، فإذا قالت له تلك الشركات اخرس فإنه سيبتلع لسانه مغرما. الخطوة الثانية يجب أن تكون على مستوى رجال الأعمال. تخيل الهند بحجمها وتعدادها السكاني، ثم تذكر كم مرة سمعت شخصا يتكلم بالهندية في بلاد الخليج، وذلك لكثرة الهنود هناك. في الخطوة التالية تكون في طرد أولئك العمال وحتى الكفاءات، بل والكفاءات أولا. وربما تقول أنه لا ذنب لهؤلاء بعمل كبيرهم. نعم هم لا ذنب لهم، ولكن بقرتهم الكبيرة قد جنت عليهم. ثم إنهم عندما يحكمون على شخص مسلم فإنهم يعمون المسلمين بإحكامهم، فلماذا هذا التعاطف الكاذب وهم لا يقيمون وزنا لنا أصلا؟ تخيل كم سيتأثر اقتصاد الهند لو تم تسريح العمال الموجودين في السعودية والإمارات والكويت والبحرين، وتخيل كم هو الرصيد المالي الذي سيفقده ذلك البلد إذا عاد كل هؤلاء خالي الحفاظ إلى بلادهم. وعلى رجال الأعمال أيضا ألا يتعاملوا مع الشركات الهندية أو حتى الشركات التي تشغل هنود عموما. النقطة التالية تكون على مستوى الدبلوماسيين، فلا بد من تصعيد المواقف السياسية ضد الهند، ولا بد من طرد السفراء وسحب السفراء الموجودين هناك. والنقطة الأخيرة مفروضة على الحكام، وإن كانت هذه النقطة والنقطة التي تسبقها أشبه بالخيال، لكن لا بأس من ذكرهما، حيث ينبغي أن توضع الهند تحت الأمر الواقع، فإما الاعتذار ومحاسبة الفاعل وإما الخيار الآخر، والذي لا يرجى من حكامنا أن يفعلوه، لأنهم لا يختلفون كثيرا عن البقر الذين يحكمون الهند، فهم أيضا مربوطون بسلاسل أمريكا ويتحركون بإرادتها ومشيئتها. فدعك من التعويل عليهم، فإنهم لا أمل فيهم ولا خير، وهم ليسوا أكثر من خونة تم تقليدهم رقابنا بفضل سلاح امتلكوه. وكثيرا ما بانت فلتات لسانهم عما تخفي صدورهم، وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك تبقى الحلول السابقة واردة، والحلول الأخير لا يكون إلا بتغيير هذا الرأس الفاسد. والسلام عليكم.